السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. نتمنى تكونوا بخير الدراري وعلى خير. مرحبا بكم الدراري في فيديو جديد. مرحبا يا شباب، نرجع للفيديو القديم، الفيديو اللي فات الدراري شديتو فيا. العموم الدراري داك الفيديو راه كنا ضحكينا الدراري معايا سبلاي وشي حاجه كنا شادين فيه، فما كاين لا عداوه بيناتنا الدراري لا واش حماد قال لك اكلاشيتي ولا شي حاجه. حنا الدراري ما كنكلاشيو مو هنا، ما عندنا حتى شي مشكل مع حتى شي واحد في هذا الكون هذا الدراري. المهم الدراري الفيديو عندنا هذا انبوكسينغ الدراري. شوف اكبر انبوكسينغ باقي غادي نديرو، نديرو المينياتير بعدا. المهم الدراري عندنا انبوكسينغ واحد الكارت غرافيك الدراري اللي هي جي تي اكس 1050 تي ار، دريم شركة جيجا بايت. حقا هاد الكارت غرافيك واعره، غادي نحاول ندير لها الانبوكسينغ اليوم ونريفيو تشوفوا معايا. بالنسبه للتيست الدراري ما غاديش نركب في بيسي تيست ديالي، لان ما تاتمر بزاف بحال نركب الكارت غرافيك ماشي ديالي ديال الخوادري، يعني غادي نركب في بيسي ديالو. المهم نخليكم هاد الفيديو باش تدير في الديسكريبشن، يعني كيفاش كاتيستا والكاليتي باش كتخدم ليه. شي حاجه هي كارت غرافيك انا كتخدم جميع لي جوج تقريبا الترا رينبو جي تي ار، جي تشوف كاع لي جوج الاساسيين كتخدم. تبقوا معايا الدراري ما نطولش عليكم، غادي نعاودو نديرو الريفيو. اجيو معايا. المهم الدراري دابا غادي ندوزو، نحاولو ندوزو نديرو الانبوكسينغ الدراري كما كتشوفو. المهم نحاولو نصوبو مزيان، يقول كيف لكم ماشي مزيان الدراري. نحاولو نديرو الانبوكسينغ الدراري ونشوفو الكارت غرافيك واش كتجي. حاولو نفتحوها من هنا الدراري، هادشي غير ورق. واش ماشي صافي. المهم الدراري والله شوفو شنو هادشي حاطين لينا هنا، بنتي قبيله قسمت لي شي حاجه الدراري. واو شوفو واش مصيفطين لك الدراري، شوفو واش كيعجبو كتقول. شوف والله الا مصيفطين لك باسطا، شوف باسطا وسط كارت غرافيك. او ماي جاد اكسترا، معروف هاد الباسطا الدراري عندهم هنايا. المهم هادي اكسترا كتصاوب لي سيريا على داكشي ديال بحال لي سيريا داكشي. المهم غادي ندير هكا، حنا غادي نجبدو كارت غرافيك بغينا نقص. فوالا او تيتقل عاد هذا الجوج فاش كتجي كيكون باش كيكالي هاد الدراري نحطو هنا. كما كتشوفوا الدراري هادي هي الكارت غرافيك ديالنا كما كتشوفوا، فيها 4 جيجا دي ار 3 الاوفر كلوك، يعني اوفر كلوكيها، فيها جوج فرفارات، فيها الار جي بي هنايا، يعني كتشعل الضو كارت غرافيك فيها يعني. المهم نحاولوا نفتحوا الدراري ونشوفوا الكارت غرافيك. اوب لا او بحال باغي تفتح الدراري تقول شي دير على يوتيوب في الدراري ولا هادي كارتونه الدراري نخليوها هنا. المهم ليتس جو الدراري، اللهم صل عليك، احسن حاجه تفحلي شي كارت غرافيك. واو المهم الكارت غرافيك الدراري هي هذه كما كتشوفوا. نحاولوا نحلوا لها المساقه هنا. انا الدراري عندي لكم اريفو، ما ندير لكم لا تيست لا والو، نحطكم في فيديو التاس تدخلوا في اليوتيوب شوفوا التيست ديالها. يا سلام الدراري الكارت غرافيك هو اللي هو حقيقه كارت غرافيك واعره، والثمن ديالها تقريبا شي 180 دولار الدراري، تقريبا 180 دولار ركبت عليك ولا 180 دولار كما كتشوفوا. اوه حقيقة كارت غرافيك واعرة الدراري. بالنسبة للناس اللي بغاو يخدمو لي جو ويلعبو لي جو جداد، فهاد الكارت غرافيك الدراري كنصحكم بها. شوفو كي باقا قرطا. المهم نحاولو نفتحو هاد لي بورت باش تشوفوهم الدراري. عندها بورت لاخر، عندها بورت دي في اي الدراري، وهذا اش دي مي و اش دي مي و اش دي مي. المهم راه ديال لي اش دي مي و ديسبلاي، كاين حتى ديسبلاي الدراري. نحطو هادشي هنايا، نحاولو نحطو كارت غرافيك الدراري على جانبا، نشوفو السي دي و داكشي و الكاتالوج باش كتجي وشحال من حاجة. صافي كنظن هادشي باش كتجي كارت غرافيك. هذا السي دي باش كتانطالي لي درايفر الدراري وتانطالي البروغرام ديالها، وكاين الكاتالوج باش كتستعمل. حقيقة كارت غرافيك زوينة الدراري والله، إلا كارت غرافيك حتى في الديزاين ديالها شي حاجة متقونة. شوفوا يعني داير لها هاد العيبة هنايا باش مكيكحيت، باش مكتكون عندك هادي خصك ديما ترد طونسي باش متعرسلكش من هنا شي عيبة. هادي دايرين لها باش كتكاليها مزيان حق، وفيها 4 جيجا دي دي ار 50، يعني أي جو خرج تخدمو كدراري واقيلا كنظن فوق 60 اف بي اس. معظم لي جو بحال دابا مثلا ريمبو جي تي ار تخدمو 60 اف بي اس، هاد اساس كريدي جي تي هي 60 اف بي اس، يعني كاع لي جو كاع جو فارد هنا يعني تخاف. المهم الدراري كيما شفتو كان ريفيو خفيف الحقيقه، الكارت غرافيك كيما قلت لكم ماشي ديالي ديال الخوادري شراها. المهم المعلومات كامله الدراري غتلقاوها في الديسكريبشن لتحت، هي من شرا الخوادري اللي بغا يشرو. كان انا ما غاديش نصحكم الدراري يشرو من هنا، يشرو من الخوادري، ان داك السيت ما عرفتش واش كيجيب المغرب ولا ما كيجيبش. سميت السيت الدراري هو سي ديسكون يقطع سميتو هنا في القناه. المهم كارت غرافيك حقيقه زوينه، يعني فيها عندها البروغرام ديالها كتحكم في لي كولرز هنايا، كتحكم بزاف الحوايج الكارت غرافيك، يعني مجهده كاع الدراري. فهذا ما كان فيديو اليوم الدراري، وغادي نلقاو فيديو اخر ان شاء الله. وقال نخليكم الفيديو يعني تيست ديال الجو ديالها وتيست شحال حاجه عليها وداكشي. فنقول تهلاو نلقاو في فيديو اخر ان شاء الله. و تهلاو.